السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. صباح الخير. طيب، قضية حمد الله والقرارات اللي سمعناها والاستئناف وأشياء كثيرة أنا حابة أتكلم فيها. أول شيء، كلنا أو بعض الجماهير اللي متضايقة من قضية حمد الله والنصر ومتى تخلص ونركز على فريقنا وإحنا مو فاضيين وإحنا طفشنا وإحنا ملينا، وكل شوية يطلع لنا واحد يتكلم في السوشيال ميديا، كل واحد يجي يتكلم بكلام من عنده، كل شوية يطلع أحد في الإعلام أو في التلفزيون أو في التي في أو لايف يجلس يتكلم عن قضية حمد الله والنصر. وآخر حاجة طلع فيها الحكم بتوقيف حمد الله 4 شهور وغرامة 100,000، وحامد البلوي 6 شهور وغرامة 100,000، ومشعل السعيد 4 شهور. طيب، أنا من الناس اللي كنت أقول إن شاء الله إنه يتم الحسم في هذه القضية وخلاص نرتاح من الـ 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 الربشة والقلق والنكد والبلبلة، وكل شيء احنا طالعين بتصريح جديد، كل شيء بنسمع شيء جديد، كل شوي بنسمع أقاويل جديدة، ولكن خلاص أنا أعتبر نفسي خلاص من هذا الموضوع. صح أنه في استئناف، ولكن الاستئناف عن طريق إدارة الاتحاد، ولكن أنا بالنسبة لي ما هستنى الحكم الثاني في الاستئناف، أنا خلاص هعتبر أنه هذا حكم نهائي وخلاص هركز على الفريق. ولكن النقاط اللي أنا حابة أتكلم فيها، طبعا بيقولوا أنه في تسجيلات وفي شهود وفي شاهد على 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 مفاوضة اللاعب حمد الله قبل دخوله الفترة المحمية. سمعنا كثير من هذا الكلام، وسمعنا أيضا أنه تكلموا في حكاية أنه تم التفاوض مع لاعبين الاتحاد في الممرات وتنازل أو ما أهتم فيها الأستاذ أنمار الحائلي، طبعا بالصفقات اللي جتنا اللي هي زي هوساوي والجبرين وغيره. أول شيء، إحنا منلوم النصر إذا بيطالبوا بحقوق فريقهم أو بحق الفريق، ولا إحنا نزعل أو نقول في 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 التآمر على إدارة الاتحاد عشان اللجان. لا، اللجان ممكن تنزل عقوبات، لجنة الاحتراف، لجنة الانضباط، لجنة المنشطات ممكن تنزل عقوبات علشان اللاعب لا يتمرد، اللاعب لا يستغل فريقه، اللاعب لا يضحك على فريقين وقع معاهم، الإدارة لا تستغل خلافات بين لاعب وإدارة وتدخل بالتفاوض. يمكن إدارة الاتحاد أخذت الموافقة مبدئية أنه اللاعب سيتم فسخ عقده وليس لأي صلة بفريق النصر وتقدروا تتفاوضوا معه. إدارة الاتحاد دخلت بصفاء نية أو أنه إحنا نبغى لاعب عندنا، أو أخذت أنه انتهى عقد اللاعب، ولكن ما في أي شيء مثبت. كان الاتفاق شفهي. المفروض لما يكون في اتفاق أو مفاوضات تكون كتابية عشان يكون في دليل على الفريق اللي رافع القضية أو الفريق اللي فسخ العقد إنه أعطونا الموافقة بالتفاوض مع اللاعب وأرسلنا ليهم خطاب كتابي. هذا أكبر دليل، ولكن إدارة الاتحاد وقعت في الفخ
طيب لمتى؟ أنا طبعا هذا الكلام بقوله رأي شخصي لي أنا، أو لوم على إدارتي أنا، أو كلام موجه لإدارتي أنا. أنا ما بتكلم على لسان أي أحد أو ضد إدارتي، أو بتكلم أو بنتقد أو بأسيء لأحد في كلامي، لا. ولكن إدارتي لازم تكون في الأمور القانونية واعية، بما معناه إنه أي تفاوض مع أي لاعب ما يكون شفهي، لأنه ممكن فعلا يسجلوا عليك. ممكن هذا اللي موجود معاكم في التفاوض يكون ضدك، ممكن اللاعب مو حابب يخرج من الفريق وانت فاوضتني وانا لسه ما دخلت الفترة المحمية، اروح ابلغ زي ما سووا لاعيبتنا فواز وفهد، بلغوا ادارة الاتحاد وتم الصلح وخلصنا من الموضوع، ما رفع انمار قضية ولا طالب بحقوق النادي. كيف تفاوض اللاعب هو لسه مع الفريق أو ما دخل فترة محمية؟ ولكن الشاهد الموجود أو اللي أخده بشهادته اللي هو الشخصية الاعتبارية، حط تحتها خطين، أنقذت فريق الاتحاد من عقوبات أكبر. صدقوني لو مو هذه الشخصية الاعتبارية وقفت أو أخذوا بشهادتها في صالح الاتحاد، كان العقوبات راح تكون أكبر. وأنا متأكدة إنه إدارة النصر كان عندها علم، أو الإدارة الاتحاد أخذت الضوء الأخضر إنها تتفاوض مع اللاعب، ولكن اتفاق احنا هنتفاوض اوكي. لكن هم بعد ما شخصنوها مع عبد الرازق حمد الله وترفعت فيها دعوة وقضية، في دليل مرة بسيطة في صالح فريق النصر. وأرجع مرة تانية وأقول أنا ما ألوم إدارة النصر إذا بتطالب بحقوق النادي أو التعدي على حقوق النادي، ولكن وأرجع أقولها ليكم وكثير عارفين إنه إدارة النصر نزلت بيان صحفي إنه تم فسخ عقد اللاعب من إدارة النصر. ممكن إدارة النصر، نقول ممكن، فسخت عقده بعد ما شافت اللاعب انه تفاوض او كان في تفاوض او وافق وما يحب انه اللاعب يستمر، بس بعدين شخصنوها. او إدارة النصر هي خلاص اقتنعت كده من اللاعب حمد الله ومشاكله كترت ومنحن حابين نجدد معاه، وسمعت إدارة الاتحاد وطلبت التفاوض وقالوا لهم اوكي، ولكن هم شخصنوها، خدوها مني اتشخصنت. وطبعا قضية حمد الله الموجودة في الفيفا يطالب بباقي مستحقاته. أتمنى على المرمطة اللي مرمطوها حمد الله وقضية حمد الله والبلبلة من نص الدوري وإحنا في مشاكل، إنه ما يتنازل ويطالب بكل مستحقاته اللي عند إدارة النصر. مهم يقولوا إنه ما يرضوا بأي مصالحة وما يرضوا بأي تدخل وما يرضوا بأي واسطة، مرة زعلانين. طيب لما يطلب واسطة أو إنه اللاعب يتنازل عن نص مستحقاته أو ما يتنازل حمد الله ولا يرضى إلا بالكثير، إلا بجميع مستحقاته.
ولكن الناس اللي متخوفه انه اللاعب حمد الله توقف 4 شهور و100 ألف، طيب احنا نقول انه لسه في استئناف وممكن الاستئناف ينقبل وتتخفت او تنخفض العقوبة، ممكن اللاعب ما يتمنع ولكن هيدفع غرامة خلاص. ولكن بما انه في استئناف فاللاعب مستمر في اللعب مع الفريق، في المشاركة في المباريات، في التمارين، في المعسكرات، في 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 لأنه لسه في استئناف وما في حكم نهائي، يعني اللاعب هيلعب. ما صدر الحكم النهائي، وهذا أنا سمعته من كثير إعلاميين وأيضا في القانون، أنه اللاعب مستمر حتى يتم البث في الاستئناف. حامد البلوي أتوقف 6 شهور وغرامه. أتوقف حامد البلوي السنة اللي راحت في الدوري، توقف 4 مباريات، ولكن أتوقف أنه ما يحضر المباريات في الدكة مع اللاعبين أو المدرب، ولكن هو حاضر في التمارين، هيحضر معهم في السفر، في المعسكرات، في النادي، ولكن ما يكون متواجد في الدكة مع اللاعبين أو المدرب، ولكن هيحضر في المدرجات. فين الفرق في الموضوع؟ إذا جينا نحطها شخصنا فإحنا هنقول مشخصنينها مع حامد، ومع حمد الله يبغوا يطيروهم. لكن لما نشوفها إنها عقوبات علشان اللاعب ما يتمرد على نادي أو يوقع مع ناديين أو أي إدارة تتعدى حدودها مع اللاعب قبل دخول الفترة المحمية، فهذه حق اللجان. لكن انت يا استاذ انمار الحائلي لما تم التفاوض مع اللاعبين في الممرات زي ما ذكرت وما رفعت قضية او ما اهتميت في الموضوع، هذا شأنك، انت ضيعت حقك. بس مسلي ما يبغي يضيع حقه، البلطان ما يبغي يضيع حقه، هتيجي تلومهم؟ لا طبعا. ولكن لازم ادارتنا بعد كده تكون واعية انه يتم التفاوض كتابيا عشان يكون عندك دليل رسمي وملموس وإثبات ان احنا وجهنا خطاب لإدارة النصر انه احنا راح نتفاوض مع اللاعب، او تفاوضنا كان كتابي لم يتم الرفض او القبول، ولكن احنا ارسلنا خطاب، احنا ما تعدينا حدودنا. الإدارة بلغت أنه تم الفسخ العقد أو اللاعب غير مستمر، فإحنا قدمنا عرضنا. هذا هو المفروض اللي أنا أفهمه، يعني فهمي القانوني البسيط أنه المفروض تكون كتابيا وليس شفهيا. وأتمنى إدارة الاتحاد ما تطيح في هذه الغلطة مرة تانية، وأي إدارة أو أي نادي بتفاوض مع فريقك لازم ترفع عليه شكوى وقضية وإثباتات وأدلة، ما نسكت بعد كده عن حقنا. حكاية النوايا الحسنة والطيبة ولا أنا لي تعامل مع رئيس نادي وأخوان وحبايب، لا يا عزيزي، احنا دحين في زمن الاحتراف، في زمن الشخصنة، في زمن كيكة أو تورتة كل واحد بياخد منها قطعة. والناس اللي زعلانة عشان وقوف حمد الله، ما احنا لعبنا بكورونادو روما قبل 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 ما يتعاقدوا أو يجي حمد الله ويلعب، اعتبروها فترة استشفاء، فترة نقاهة، اعتبروها إجازة
وعشان تغيظوا النصر اكتر سفروا حمد الله ترفيه، خلوه يتبسط عشان يرجع مركز، يرجع ينتقم، يرجع يديك لعب وتهديف وهجوم ولا اروع. اهدوا يا جماهير الاتحاد، ترى العقوبات بالنسبة لينا احنا سهلة، ترى الاتحاد ما يتهز ولا يترعش ولا يخاف ولا يتأثر بغياب لاعب، ترى هم عارفين هذا الشيء، بس حابين يعملوا براغاندا، يعملوا بلبلة، يعملوا فينا تخويف، احنا ما نخاف. الجمهور ورا الإدارة والإدارة ورا الفريق. ومشعل السعيد روح روح، تعال تعال عادي، يعني حتى ما بنشوفه كتير. أنا ما أقدر أنكر مجهوداته أو أقول ما سوى شيء، لا لا لا، بس يمكن مختفي عن الأضواء ما بنعرف. ولو غاب حامد نقول توقف نهائي 6 شهور عن جميع وظائفه التنفيذية، الحضور والاستمرار والمعسكرات والسفر المباريات و أكيد عنده نائب، أو ممكن إدارة الاتحاد تجيب واحد مكلف مؤقت لغاية ما يرجع حامد. بس شفتوا كيف معادلة جدا سهلة بسيطة، ما يبغى لها فزلكة، ولكن سرعونا. طيب نيجي للفترة الشتوية، تم منع تسجيل الاتحاد في الفترة اللي هي فترة الشتوية، مع السلامة. ونطالب من جماهير الاتحاد انه في الفترة الشتوية نكتفي باللاعبين الموجودين عندنا، مو لازم تسجيل لاعبين، خلاص. اول شيء عندنا اوكي فرقة على اللوز بريجوفيتش، نسدد مستحقاته علشان تقدر إدارة الاتحاد تطلع الكفاءة المالية عشان تقدر تسجل اللاعبين. يعني ما شاء الله عندك في الدفاع مع حمدان وحجازي شرحيلي شطة، مع أنه أنا ما حبيت كلمة شطة، ممكن نقول عنه الفارس، ممكن نقول عنه المنقذ، أي بس شطة ما حبيت سبايسي. عندك في الهجوم يعني ثلاثي الهجوم، وعندك أجنحة ممتازة، اللهم ناقصك اللي هو محور 8، وعندك لاعب 6 قاطع كرات اللي هو طارق حامد. قوم بصفقات محلية، بما انه الفترة الصيفية الصفقات الصيفية الميركاتو مفتوح وما منع الاتحاد، فبإمكانك استخراج الكفاءة المالية وتسجيل اللاعبين. وكمان سمعنا انه في صفقة لاعب جديدة، الله اعلم مين، ولا احب اتفزلك ولا اجيب صفقات من عندي، ولكن أتمنى أن يكون بمستوى عالي للفريق. والفترة الشتوية خلاص ناموا عليها سليب، خلاص مكتفين. لو أخذناها بهذه السهولة رح نركز مع فريقنا ونركز في القادم. وانتهينا. اهم شيء انا عندي دحين انه الفترة هذه نسجل اللاعبين واستخراج الكفاءة المالية وندفع فلوس فرقع اللوز بريجوفيتش، ولسه فيه الاستئناف. ولكن حطوا في بالكم انه حتى لو لم يتم قبول الاستئناف وتوقف حمد الله عادي،
توقف حامد عادي، مشعل برضو عادي، أمور الاتحاد ماشية تمام. فترة راحة، نقاهة، استجمام، سفر، ما تفرق، دائما حطوا عندكم قاعدة: الاتحاد لا يرتعش ولا يهتز ولا يخاف مهما كان. يا من واجهنا مشاكل ولجان وخروج لاعبين وكفاءات مالية وديون وتعديناها كلها الحمد لله، وصار عندك فريق بينافس بنفس طويل في المباريات، ومركز لا يقل عن أي مركز أي نادي كبير، بالعكس رأسهم برأس بعض، وعندك عناصر ممتازة، وعندك إدارة سددت كل الديون. أي نعم في بعض الأخطاء، وأتمنى أنه تصححها إدارة الاتحاد ولا تقع فيها مرة أخرى، وما تتنازل عن أي حق من حقوق الفريق لو تم التعدي على أي لاعب بالتفاوض أو أي لاعب تمرد أو أي لاعب وقع هو لسه عقده مع الاتحاد. ما يتنازل الأستاذ أنمار الحايلي عن حقوق النادي. حكاية النية الطيبة والأخلاق والانكسار، لا 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 لا، ما عاد ينفع، أنت محارب يا عزيزي. هذا اللي أنا حبيت أقدمه ليكم، واتمنى انه رسالتي وصلت، واتمنى تعملوا لايك وتعملوا شير واشتراك، ترى ما هتتكهربوا، اوكي؟ ويعطيكم الف عافية وشكرا لكم.